بالرغم من الظروف الصعبة القائمة والتلاحم المستمر ما بين القوات الإسرائيلية والمسلحين في المناطق الفلسطينية، وكذلك استمرارية إطلاق صواريخ القسام باتجاه جنوب دولة إسرائيل، إلا أن إسرائيل تضم إلى حضنها هذه المرة طفلة تبلغ من 8 أعوام لديها مرض في القلب. We came here to take a 8 days old baby with a heart problem. She's going she's from Gaza and we are taking her to Tel Shomer hospital. She's going to be operated there to mend the heart problem. هذه الطفلة هي طفلة فلسطينية من قطاع غزة، ولدت قبل 8 أيام مع مشاكل كبيرة في القلب، لذلك العلاج كان في قطاع غزة صعب ومستحيل المنال بالنسبة لإنقاذ حياتها، لذلك قرروا الأطباء نقلها إلى مستشفى في إسرائيل، إلى مستشفى تل شومير. عنده القلب 3 شرايين عنده تعبانة في القلب، فحولونا من مستشفى النصر على تل شومير. إن شاء الله ربنا يشفيه إن شاء الله. قامت نجمة داود الحمراء بنقل هذه الطفلة تبلغ 8 أعوام من المناطق الفلسطينية عن طريق معبر إيريز الذي نقلها إلى إسرائيل، ومن هنا تتلقى العلاج على أمل من الوالدين أيضا بأن تعود سالمة إلى أهلها.